الإله الواحد مساء الخير عم جديد. من بعد الصلوات اللي عم بسمعها أنا صراحة أول مرة بسمعها، يعني أول مرة بشارك نهار الجمعة، بقى حقيقة بيحتار الواحد إنه شو العين يحكي قد ما في أشياء بهالصلوات. خلينا نصير بالسمع. حقيقة بشكر الله عليكم، يمكن الأجواء اللي بتنخلق بالكنيسة بتخلي الإنسان هيك يسكر بهالصلوات. كان الله يبارك بصوت أبونا اللي بيرفعنا، صوت الكرات وصوت كل واحد منكم، حقيقة هيك بيخلي الإنسان يطلع يرتفع على الأرض ويحكي مع السماء ويحكي مع ست الكل وست كل بيت فينا وست حياتنا اللي هي مريم العذراء. أنا بتعجب حقيقة كيف معقول إنسان يحب المسيح وما يحبش العذراء؟ غريب، حقيقة غريبة. كيف إنسان بيتعلق بيسوع وبيحب يسوع بحبش هالكتلة المشاعر وكتلة الحنان يلي هي ست الكل مريم العذراء؟ أنا اليوم أختي رح تكفي الوعظ يلي حكيناه من الأسبوع الماضي، وكنا عم نقول إنه عنوان العظات رح بتكون هذا هو حمل الله، هذا هو الحقيقة. وحكينا وقلنا ليش مش عم نتفلسف من عنا، ليش بنقول إنه المسيح هو الحقيقة ويسمح لنا الكون كله ما فيش غير حقيقة إلا بيسوع، حقيقة كل إنسان وحقيقة الكون. ركزنا على ثلاث أفكار، إنه المسيح هو الشخص الوحيد والإله الوحيد يلي بيقدر يعطي الخلاص للإنسانية. الإنسان ما في يخلص لا بكل الأشياء المعقولة تصير إلا بدنا إله يخلصنا من السماء، وبدنا إنسان يخلصنا من الأرض يلي هو يسوع، جمع الإله الكامل والإنسان الكامل. النقطة الثانية حكينا عن الحب، إنه الوحيد يلي بيقدر يحبنا بشكل مجاني هو المسيح. تالت شغلة والأهم، إذا بدكنش تموتوا تعلقوا بالمسيح وخذوها مني، ما بتشوفوا الموت، بصير الموت الطبيعي هي الموت الجسدي اللي بصير فشخة للحياة الأبدية. اليوم رح كفي الإنجيل ورح بقرأ كمان من إنجيل يوحنا، أنتوا قاعدين نتأمل فيه. من بعد ما حكينا عن يوحنا العمدان عم يقول هذا هو حمل الله، بكفي الإنجيل وبيقول وسمع التلميذان كلام يوحنا فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه فقال لهما ماذا تطلبان؟ قال له ربي أي معلم أين تقيم؟ قال لهما تعاليا وانظرا، فذهبا ونظرا أين يقيم وأقاما عنده ذلك اليوم، وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر. فإذا يوم الوعظة رح تكون، رح أتأمل أنا وياكم بأربع أفكار حول يا يسوع أو يا رب أين تقيم؟ هذا سؤال البشرية كله، حق كل إنسان منا يسأل الله وينك؟ وين عيش؟ وين؟ بنشوف اليوم كثير من الأزمات بالكون نطرح علامة استفهام، وينوب الله؟ كلنا حقنا نسأل، وكلنا حقنا مثل هالتلاميذ يا رب أين تقيم؟ بدنا نعرف وينك؟ حكينا إنه أنت الحقيقة فهمنا، بس وينك؟ كيف بدي أتلاقى فيك؟ كيف بدي أشوفك؟ مشان هيك عملوا معروف، في أربع أماكن رح أخبركم عنهم الليل، إذا جربتوا تروحوا تفتشوا بهالأربع أماكن وما لقيتوا الله احكوني جمعة اللي جاي. مش معقولة، في أربع مقاطع، إذا دقينا بابه وما لقيناش الله هونيك الكن علي، خدوها مني. أول مكان وينو الله؟ أول مكان يلي هو الأهم، كثير حلو الصلاة، في شيء أساسي هو الكنيسة. وقت بحكي عن الكنيسة بحكي عن الأسرار. بتعرفوا الكنيسة في عنا سبع أسرار، معمودية والتثبيت وكل الأسرار اللي بنعرفها. فإذا أختي الكنيسة ربنا أسسها، مش هيك إنه أبونا كانت كنيسة أو ما كانت هي ذاتها. الكنيسة لو موجودة بهالكون كانت كارثة. المسيح من تمه قال أنا معكم إلى منتهى الدهور، وين؟ يا جماعة صدقوني، مسيحنا وإلهنا حي وحاضر بشكل فعلي. نحن ما عندنا إله قلت لكم الجمعة الماضية بيحكيني من السماء وأنا بدي نفس على الأرض، لا، بدك تعيش معي لحظة بلحظة، وإلا أنت مش إله. فيش إله يبعث لي مرسيل، يبعث لي كتب، يبعث لي ناس تحكي عنه، بدك تنزل تقعد معي ولتكون إلي، وإلا اسمح لي في يوم شعار. يا جماعة عنا الكنيسة، عنا الأسرار اللي ربنا أسسها ودعا لها أشخاص معطلين مثلي.
أشخاص خاطئين مثلنا نحن الكهنة. بعث أشخاص لحتى يخدموا شعبه ويقولوا إنه من خلال هالأشخاص يسوع حاضر. يسوع عم بيفعل بالتاريخ من خلال الأسرار يلي موجودة بالكنيسة. بقى من شنهاي إذا شفتونا شي مرة عم نقصر صلونا، يا ويلي دينونتنا شو كبيرة نحنا لنصير هالتواب، يا ويلي دينونتنا شو كبيرة إذا مش عم نقدر نوصلكم يسوع. شو ما عملناكم اوعى تقبلوا معنا، قولنا بدنا الله. الكاهن والحقيقة يلي كرس حياته للرب وربنا مسحه بالكهنوت مطلوب يعطي الله للشعب. أوقات نحن الكهنة هيك بعضنا بتجينا التجربة إنه مين بده يعمل مطران؟ مين بده يوصل ومين ومين؟ يا ويلي لو نعرف شو عم نعمل. بتعرفوا إنه كل ما زاد الواحد بالرتب كل ما بده يجي لأكل أكثر؟ بتعرفوها الخبرية؟ كل ما زاد بالرتب كل ما مسؤول أكثر. إذا كنت مسؤول عن رعيتي مسؤول عن هالرعيتي، إذا كنت مطران مسؤول عن أبرشية، إذا كنت بطرك مسؤول عن عالم. أوه الله ينجينا. كانوا الكهنة قديما والرهبان يهربوا بالأديار، روح يجيبوني عملوا بطاقي غصب عني. فإذا شفتونا قصرنا صلوا لنا. يا ويلي هالإيدين يلي ربنا مسحها نهار الرسامة، شو مطلوب منا طاقة؟ مطلوب معطيكم الله، وإذا ما لقيتوا الله بالكنيسة يا تعتيرنا ويا ويلي. منشان هيك مسؤوليتكم صلوا لنا، الله يوفقكم صلوا لنا. لحتى ربنا ياخذ، إذا شفتوا شي غلطة استرونا وصلوا لنا وصلوا لنا وابكوا لأنه نحن غلطنا بمطلب. فإذا الله موجود أول شيء بالكنيسة من خلال الأسرار، وقت أحكي أسرار بحكي المعمودية وكل شيء، وخاصة سرين رح شوي وضحهم اليوم. سر التوبة يلي أجمل شعور الإنسان بحسه وقت يكون راكع قدام الأبونا وعم بيقول له بكلمات المسيح روح هالخطايا أعطيني إياها، ما أنت ما عندكش إلا خطيتك أعطيني إياها، أعطيني إياها وإيمانك مغفور وخطاياك مغفورة. شو هالعظمة؟ وين ما أنا نسمعها بالبيت؟ أبونا بيعترف مني لحالي صدقوني غلط، صدقوني بنكون عم ننكر وجود يسوع وبنكون عم ننكر الكنيسة. فيكش تعترف منك لله بهيك؟ مش هالقد نحن خوش بوش مع الله. الله حط لنا وسيلة الكنيسة لقلنا ما فيكم توصلوا لله إلا من خلال يسوع. مين يسوع اليوم؟ يعني الكنيسة، يعني الأسرار الموجودة بالكنيسة. فينيش أطلع دغري لعند الله هيك بلا يسوع؟ لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يسوع عم بيحكي نحن الكهنة ما نخدمكم. شو أبونا الخوري أضرب مني عم بيعمل خطايا؟ مش شغلتكم، شغلتنا قلت لكم نوط توصل حقيقة من خلالي أنا المعطر، توصل النعمة لإلكم. هو عقد ما تشوفونا خطينا شجعوا للاعتراف. الاعتراف أول باب للدخول بعلاقة مع الله. زدتوا خطاياكم عند هالعبد الفقير، عند هالأشخاص الموجودين بيناتنا، وربنا يعطيكم النعمة من خلاله شو ما كان الكلام. تاني شيء وهو الأهم، قداس الأحد. قداس الأحد يا جماعة أصعب عملية كفر عم بتصير عند المسيحيين اليوم، وقت بتكون جراس الأحد عم بتدق بمارجريس بالمليومية وبين مكان وأنا نايم. شو هالإهانة لربنا؟ صدقوني كان قلنا مرشد بغزير وقت كنا بالدير، يا ريتكم بتعرفوا شو بصير نهار الأحد بالقداس. كان قلنا يا بتجنوا يا بتموتوا، طالما لا جنيتوا لا بدكم عيطوا عم تشوفوا شيء. بقى بنعرف شو بصير نهار الأحد، هو انسجام الله بهالبشر المعطرين. ربنا على المذابح عم بيصرخ نهار الأحد تعوا كلوني. نحن صار وقت نبشر بإله يؤكل. نحن إلهنا للأكل، هو إيه عن حاله هيك؟ شو أنا عم بتفلسف؟ قالنا إذا لم تأكلوا جسدي وتشربوا دمي ما في حياة. أوعى حدا يقول أنا مش مستحق في هالكرسي ورا، هي مش زينة بالكنيسة، مش مستحق روح اعترف وتعال. أوعى تحرم حالك من الإربان، عم ننشف لأنه عم نبعد عن الإربان، عم ننشف لأنه عم نهمل قداس الأحد. نام تقبرني حرام، كل جماعة عم يشتغل، خلينا من ساعتين للساعة 11 نهار الأحد. يا جماعة عم نعطي أولادنا الموت، قوم فز على الكنيسة ولا بتنشف وإلا بتموت، كيف بدك تنام؟ معلش روح مول شوبينج نهار الأحد، مزارع مول، شو بدك تعمل شوبينج نهار الأحد؟ شو بدك تعمل نهار الأحد؟ بدك تلتقي بربنا، ربنا عم يصرخ لك تعكلني، كل تاريخ خلاص نهار الأحد عم يتجسد قدامي على المسبح وأنا نايم. شو هالإهانة لربنا؟ شو هالإهانة اللي عم يرتكبوها المسيحيين للرب؟ هن ونايمين نهار الأحد. أكبر خطية عم نعمل، واحد فكروا خطية هاي ليه؟ إنه أنا نايم نهار الأحد، واحد فكروا.
ما في شيء بيتبدع القداس، حتى الدرس. خلي يبصوا الشباب والصبايا. حتى الدرس، سألت لك أمك أو بيك أو بدرس إنه مش شغلتك، أنا عفلي. بدي أقدس وبجي بدرس. لأنه إذا ما قدرتش تقضي الساعة مش هتقدر تقضي النهار. مش رح تقدر، أوقات الشيطان بيجي بيلعبنا على الأشياء المنيحة. بدك تقعد راس، شو بدك تعمل بالقداس؟ ما الحكي هو زاده، والتعابير هي زادها، واللي ترجع هي زادها، لا إله إلا الشيطان. بدي أجي وبدي أكون أمين على الساعة. بدي آخذ الله يا جماعة. فكركم بيزبط بيوتكم بلا الأربان؟ رح يزبط البيت بلا الأربان؟ رح تتفاهم انت ومرتك بلا الأربان؟ رح تعرف تربي أولادك بلا الأربان؟ رح تفهم شو معنى الحياة يا شاب ويا صبية بلا الأربان؟ اوعوا يكون حدا يغشكم. أربان نهار الأحد أساسي وخط أحمر عند المسيحي. لو بدها تقوم لقيام نهار الأحد بدي أقدس. وإلا ننغلب على كل شيء. إذا لم تأكلوا جسدي وتشربوا دمي، فيش حياة لإلك. كرمال الله اللي بعد شوي قداس الاحد هيك انه قدست او ما قدستي ذاتها اوعى يفكر. بتعرفوا بفيلم هول الام وقت بنحضر الالام بصيروا اليهود شو عم يعملوا بالمسيح؟ كيف الهم قلب ضربوا؟ كيف الهم قلب بزقوا بوجهه؟ صدقوني نهار الاحد بنعمل اكثر منه. كل مره انا نايم عم ببزق بوجه ربنا نهار الاحد. كل مره انا بروح بعمل شغله وقداس الاحد داير بكون عم ببزق بوجه ربنا. انه انت طريق خلاص ما بيعني لي، بدي اخرج عن طريق خلاص ما بتعني لي انت. كيف عملوا فيه؟ نحترق. كيف عملوا فيه ليسوع ها؟ كل احد عم نعمل فيه اكثر من هيك. مش هيك بنصرخ، مش لتصير ليزيد العدد بالكنيسه، لا، ليصير في عندنا حياه ببيوتنا، بيوتنا عم تكشف لانه مش عم ناخذ الاربان. زهق، هيدي اول شغله. فاذا الله موجود بالكنيسه بالاسرار. فتشوا بالاسرار وما ما ما مش معقول ما تلاقوهوش هونيك. ثاني شيء، الله موجود بالكتاب المقدس. ما في الانسان المسيحي ما يقراش كلمه الله. ما في الانسان المسيحي ما يتاملش بالانجيل. اوعوا تفكروا رح تعرفوا الله بلا ما تفتحوا انجيلك. ما في. نقدرش نعرف الله بلا ما نفتح الانجيل يا جماعه. الانجيل كلمه حياه لإلي. منه كلمه من 2000 سنه، كل مره بقعد قدام نص الانجيل انا قدام الرب. يا رب شو بدك مني؟ ابونا شو بده الله مني؟ مش عم بعرف مشيئته. ابي خيي فتحت الانجيل شي مره؟ لا. طيب كيف بدك تعرف مشيئه الله؟ شو بده يجي يبعث لك اياها مساج بالتليفون؟ مش هيبعتها، مش رح يبعتها مساج، ولا رح يشوفك تحت التيني ولا تحت الشجره. هون بده يقول لك شو بدي منك. هذا دستور حياتنا. مشان هيك رح اقول لكم شغله، الكون مش رح يزبط والحروب بين العالم مش رح تزبط الا ما ناخذ هذا الدستور لحياتنا. كل دساتير الكون قدام هيدا بتسقط. لانه فيش الا هي بيقول لك بتحب. والمحبه هي شريعه الانسان والا كارثه. كلنا بيقول لنا تسلحوا واعملوا نووي اوعى حدودك اوعى مدري شو. فيش الا هي بيقول لك بدك تحب خير. فيش الا هي بيقول لك بدك تحب، بدك تعرف شو مشيئتي بحياتك. بقى صدقوني اذا فتحتوا الانجيل كل يوم ربع ساعه او 10 دقائق الكم علي بتتغير حياتك. الك علي بتزبط عائلتك. الك علي بتزبط وظيفتك. الك علي بتزبط مدرستك. الك علي بتزبط جماعتك. افتح 10 دقائق واقعد. لو ما فهمت لأول مرة، لو ما فهمت وحسيت حالك عم تقرا كرشوني، كون أمين. الرب من خلال روح القدس بفهمك، بيوصل لك شو بده منك. صدقوني اوعى تخلوه على الرف، اوعى تخلوه بالمكتبات نعطيه من أول أربان ويعطيكم العافية. السينودوس انعمل قال يا مسيحيي الشرق إذا ما رجعتوا لهون رحتوا. اوعى تفكروا إنه نحن مسيحيين سياسيا بدهم يروحوا لأنه من هون ومن هون عم يطلعوا علينا وعم نبيع أراضينا. هي بيع الأراضي شيء أساسي وجذري. بس لانه ما بنعرف انجيلنا ما بنروح. لانه ما بنعرف يسوع ما بنروح. فاذا ثاني شغله يا جماعه، اول شغله الاسرار الكنيسه، الكتاب المقدس. ثالث شغله، ثالث مكان لتلتقي بالله هو خيرك. هو الانسان. هو الانسان، واي انسان؟ بتعرفوا اي انسان؟ كل انسان على وجه الكون هو صوره الله. منشان هيك المسيحيين ما فيي انا اقول يلا هودي شعب مدري كيف بدي اياهم، فجر حالك فيهم وقتلهم. يه شو انت الله تعبان فيك وانا الله مش تعبان فيي؟ بدك تعملني مثلك يا حبيبي، طول بالك. منشان هيك المسيحيه كرامه الانسان وكل انسان على وجه الكون من اقاصي الارض لاقاصي الارض. هذا بيعني لي هي صوره الله. هي صوره الله مشغوله فيي. منشان هيك الانسان اللي حدي وكرامته هي في وصلني لله. خاصة المسيح يعني.
مسيح يلي في روح الله شغل كتير كبير. بدنا ننتبه 100,000 مرة. بيقول يسوع اللي بيحكي على خيه بيقول يا أحمق يستوجب نار جهنم. أنا بقول لهم دايما بالرعاية أوقات على فنجان القهوة الصبح بيروح 15 قتين. نحن عم نشرب القهوة 15 قتين بيروح بالضيعة. قتين يعني بالحكي وبنرجع بنكفي شغلنا في إنه ما صار شيء. يا خي حكيت على الروح القدس الموجود بخيك. مع احترامنا للكل بقدرش أعمل سطحية وجيب سيرة خيي. صيت هالمرأة أو صيت هالرجال أو صيت هالبنت ما بقدر. في روح الله هالزلمة هذا ملبوس المسيح فيه. كل مرة بتجيكم التجربة لتحكوا على حدا نأذبوا. كيف بدي احكي على روح الله؟ كيف بدي احكي على هي المعمد؟ هو بنحكي على بعضهم لأنه بتضيع خاصة بتضيع. اعملوا 100 حساب قبل ما تشربوا فنجان القهوة شو عم تعملوا؟ أوقات قلت لكم بالصبحية 15 قتيل بتضيع على بعضهم. عم بطب هيك برجع بكفي حياتي بقول يلا قومنا نكفي الشغل بنكفي تنظيف وأنا لا عم بطولي بالي. ما شو بيصير؟ حكيت عليها بس كيف حكيت عليها؟ كيف قتلتي لصيتها؟ كيف؟ ما بقدر. كرامة الإنسان يا جماعة وخاصة الإنسان بتعرفوا وين بتلتقوا فين؟ بتلتقوا بالله. بالإنسان اللي بس تشوفه بتكهرب هذا اللي بيعمل لك أسئلة بس تشوفه مش طايقه هونيك بتلتقى بالله. ولا اوعى تفكر بدك تشوف السماء. اوعى تفكر بدك تشوف السماء إذا بعد في مشاكل على الأرض. أنا بحكيش مع نص الضيعة ومشقة على نص الضيعة. اوعى تكون تفكر جهنم. ما بقدر يا جماعة. المسيحي تاني هو الله بالنسبة لإلي. هو في الله. جرب عمر المدعونية وسامح. يا ويل المسامح شو بيكبر بنظر الله. يا ويل اللي بيغفر شو بيكبر بنظر الله. واللي بيحقد شو الله بيتعذب منه. ليش عم تعمل هيك؟ ليش عم تسكر على خيك؟ ليش عم تسكر؟ ما في شيء حرزان بيننا أحد الماضي أوقات بنتقتل على شقة أرض متر بمترين. قلت له خلي روح أكبر بالساعة اليابان اليوم. ويمسح شي أرض هونيك وما بعد في أراضي شقنا بالكاون كله صابر. نحنا أخذت لي متر وأخذت له متر وقشط الحي وطلع الحي وقضي طول حياتي يتشكى ويتشكى علي. المسيحيين ما فين يعطي هيك شهادة. هلا أنا عم بحكي بعرف بس هيدا على الأرض. بدنا توبة على الأرض يا جماعة. بدنا نحس بتوبة. ناس عم تغفر لو هي كرامتها فيش أجمل منها لو هي. لكن بنزع على جهنم. وأكثر شيء بنوري ولادنا ليك بابا اوعى تحكي معها لانه جدا من 35 حكى على 6 وقامت ورت ابني جهنم. لانك انت بتحكي على 6 او على 6 ما تقولوش قدام ولادكم اذا في حقائق بين بعضكم. ما تقولوا لهم فيش ربي ابني على الحقد. فيش ورثه الحقد عند المسيح مش ما بيجوز. يوم ثلاث ارباع غير بيجوز شباب وشوايع عم يحكوني ابونا بيي بيخلينيش احكي معها يا حبيبي لانه 6 قالت انا جبتي. كيف قلنا قلب ورث ولادنا هاي؟ فإذا المحبة الشخص الثاني هو حضور الله. مثلا أول شيء الأسرار، ثاني شيء الإنجيل، ثالث شيء الآخر، ورابع شيء هو أهل. بدك تفتش هون. يسوع المسيح في داخلي. طبط. يسوع المسيح في داخلي. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم قد لبستم المسيح. لبستني. وعوا هالروح الموجود جوا. قولوا له قوم. قولوا له قوم اشتغل بحياتي. قوم سامح معي. قوم غفار. قوم كون طاهر معي. وإلا غير هيك صعب اللي يقوم. فمنشان هيك أنا اليوم بودعكم وبدعيكم تتأملوا بهالأربع أماكن. قلت لكم إذا ما لقيتوهم ما لقيتوا الله جوا جمعة الجاي ما اشتجعوا بيهم. في عنا فأزا برجع بعيد. الكنيسة قداس الأحد. الاعتراف قداس الأحد. اوعى يا جماعة دخيل جرايكم الأحد. اوعى الأحد. اوعى نستهتر ونمرد ولادنا باستهتار بالأحد. نعم. لا قوم قوم حبيبي قوم. قوم حبيبي قوم روح قدس. ولا بتنشف وبتموت. تاني شيء كلمة الله. فيش أنا مسيحي ما اقراش إنجيلي كل يوم وتأمل شوي فيه. تاني شغلة خيك اللي ما بتطيبه. خيك اللي فيه حق أنت وياه ما تشوف الله فيه. وآخر شيء قلبك يلي هو حضور الله يلي الله عايش فيه. Thank you.